يعني طيب خلينا نبدأ معاكي يا دينا، وتقولي لنا الفكرة الجميلة المختلفة دي ازاي جات لك اصلا، ويعني انتي ليكي علاقة بالموسيقى ولا ازاي قررتي؟ انا حقيقي يعني متشوقة جدا اعرف بصراحة، لان فكرة فعلا مختلفة جدا وجميلة. يعني اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. احنا اساسا الكورال ده جزء من نشاط مؤسسه جولدن ييرز للتنميه المجتمعيه. مؤسسه جولدن ييرز هي مؤسسه مقيده في التضامن الاجتماعي، هدفها الاساسي هو نشر فكره التقدم في السن بصوره صحيه. يعني ايه؟ يعني ان احنا نعمل انشطه ندمج اهالينا من الكبار في انشطه اجتماعيه، بحيث ان هم يقدروا يكبروا دايرتهم الاجتماعيه. كلنا كل ما بنكبر دوائرنا الاجتماعيه بتصغر. فطبعا نشأت الفكرة أثناء الكورونا لما كنا كلنا معزولين اجتماعيا، وكان هدف من أهدافنا إن احنا ازاي إن احنا نقدر ندمج أهالينا في الأنشطة المختلفة، بحيث إن هم نطلعهم من العزلة الاجتماعية اللي كانت موجودة وقت الكورونا. فابتدينا الأول أنشطتنا أونلاين، وابتدينا إن احنا نعمل أنشطة توعية بالإدماج في التوعية المعرفية بالإنترنت، إزاي يفتحوا الكاميرا، إزاي يفتحوا الميكروفون، الحاجات دي عشان يتواصلوا مع أهاليهم أثناء العزلة. وبعد كده ابتدينا نعمل أنشطة زي الكورال، زي زيارات لدور المسنين، زي إن احنا بنعمل نادي الكتاب، عندنا رالي مشي، عندنا أنشطة كتيرة مجتمعية، بحيث إن أي حد عنده حلم كان نفسه إن هو يقدر يحققه وما كانش عنده الوقت، وقت عشان الشغل، عشان ولاده، علشان أهله، مشاغله الحياتية قبل سن الستين أو قبل التقاعد، يقدر إن هو يحققها بعد كده. ده الوقت الذهبي بقى. الوقت الذهبي، عشان كده اسمنا السنوات الذهبية. أيوه، هو ده الوقت اللي هم بيعيشوا فيه لنفسهم أكتر، يعني طول الفترة اللي فاتت بتعيشوا للزوج وللأولاد وللشغل وللحياة، دلوقتي بتمتعوا نفسكم أكتر. الكورال والاشتراك فيه فرق معاكم إزاي؟ إزاي بقى؟ مين؟ أستاذة زينب. أهلا. أهلا بحضرتك. طبعا الكورال ده كان بالنسبة لينا يعتبر عودة للحياة مرة أخرى. للي كانوا طبعا، لأن طبعا لما بنكبر طول حياتنا مشاغلنا زي ما قالت الأستاذة سالي بتبقى واخدانا، شغلنا، أولادنا، يمكن بننسى اهتماماتنا الشخصية. ولما بنكبر بنحس إن خلاص يعني اللي حقق حقق بقى، لكن لا، جولدن يير كوميونيتي قالت لنا هتقدروا تحققوا في أي سن. وفعلا ده اللي عملناه. كل واحد كان نفسه يعمل حاجة ابتدى يحققها من خلال المجموعة الجميلة دي. أنا بحس إن دي رسالة نبيلة لا تقل أبدا عن الاهتمام بأي شيء في المجتمع. طبعا. لأن ممكن نقول إن كانوا يعتبروا إن اللي كبروا دول مهمشين. لا، مش مهمشين، ده احنا بنبتدي حياة من أول وجديد. صح. بنشد من قدر بعض، بنشجع بعض، بنعمل لنفسنا مجتمع من أول وجديد. يا جماعة، ده أنا قعدت طول عمري نفسي أكتب، وخدتني الحياة من خلال جولدن ييرز ومن خلال الفيسبوك، قدرت أعمل كتاب في السن ده هو. فعلا الحمد لله. تمام. حاجة عظيمة. وكان يعني تشجيع عظيم من جولدن ييرز ومن إخواتي الحلوين دول اللي حوالينا من ناس كتير قوي. دي رسالة، أنا بقول دي رسالة المفروض تستحق جائزة نوبل. حضرتك كنت منورانا في السفيرة عزيزة، واتكلمنا على الكتاب كمان. أيوة. مع أستاذة سالم منصور كنت. تمام. أيوة. تمام.